السلام عليكم. أستأذنكم بس لو حد يقول لي الصوت تمام والصورة تمام ولا إيه؟ السلام عليكم. هل في صوت واضح والصورة تمام؟ استأذنكم بس حد يرد. هل في صوت ولا مفيش؟ كده سامعين ولا لأ؟ السلام عليكم. حابب أتكلم عن الجلسات الأونلاين. التقييم الأونلاين والجلسات الأونلاين انتشرت الفترة الأخيرة بسبب اللي احنا فيه والوباء والحظر والكلام ده. في أخصائيين كتير مستغلينها للأسف. فلو حد بيدي جلسات أونلاين معانا في اللايف يا ريت يقول لنا برضو وجهة نظره إيه، وأوضح برضو أنا كمان وجهة نظري. بالنسبة للجلسات الأونلاين أنا بالنسبة لي هي مرفوضة تماما. ليه؟ عشان لازم الطفل يبقى قاعد قصادي، لازم يبقى فيه ده اللي احنا درسناه. لازم يبقى الجلسة الوان تو وان، لازم يبقى أنا والطفل قادر أسيطر على سلوكياته، قادر أسيطر على الحركة اللي بيعملها لو هو حركي مثلا. فكل ده أنا لازم أبقى مسيطر عليه. ففكرة الفترة الأخيرة إن هي الجلسات انتشرت الأونلاين والتقييم الأونلاين ده صعب جدا. فحابب برضو أسمع وجهة نظر الطرف التاني، ولو في أمهات مثلا أولادهم بياخدوا جلسات مع أخصائيين، لأن الموضوع منتشر جدا والواحد برضو بيسمع أرقام غريبة يعني. طيب خليني أنا أبدأ الأول عن وجهة نظري عن الجلسات. طيب دلوقتي أنا بيتعرض مثلا عليا جلسات أونلاين مثلا، أو تقييم أونلاين، أو تشخيص كمان، مع إن أنا مش بتاع تشخيص، أنا أخصائي تخاطب بس بقيم اللغة. طيب دلوقتي الأم بتيجي تقول لي هبعت لك فيديوهات للولد وتشوفه وتقول لي ده توحد ولا مش توحد. في أخصائيين بيعملوا كده للأسف، لأن الموضوع طبعا مفيش جلسات دلوقتي ومفيش مراكز، فالموضوع محتاجين فلوس، فهيعملوا ايه؟ فبيتجهوا للسكة دي. التشخيص الاونلاين من خلال الفيديوهات ازاي؟ حاضر، هرد على حضرتك من عينيا، بس اخلص الفيديو وارد على حضرتك. طيب دلوقتي أنا عندي
ابني عنده مثلا شوية سلوكيات سلبية، قد تكون توحد وقد مش توحد، يعني ممكن يكون توحد وممكن لا. طيب انا دلوقتي بعت للاخصائي الفلاني عشان يقيمهولي وعشان يشخصهولي اذا كان توحد ولا لا، الموضوع صعب. يعني انا مش عارف ازاي الاخصائيين النفسيين مثلا بيعملوا ده اونلاين. يا جماعه ما هو ده غلط. طب انت المفروض ان انت بتلاحظ الطفل كام جلسه لو جالك المركز بتاعك ده، انت بتقيم في جلسه واثنين وثلاثه. لا الموضوع مش من يوم وليله، ومش من كام فيديو بتشوفه، ومن كلام الام كمان. الموضوع صعب قوي يعني. وكمان العائد المادي مثلا، انت لما بتطلب فلوس انت بتطلب برضو ارقام غريبة. يعني الواحد سمع ارقام ان ام مثلا في السعودية بتطلب تقييم لابنها، فاخصائية عملته بمبلغ وقدره تقريبا 700 ريال حاجة كده، وعملت لها خطة. طب على اي اساس؟ طب ازاي اصلا التقييم ده حصل؟ انت عملت اختبار لغة ازاي؟ طب حد يقول لي. انا بصراحة مش عارف، الموضوع صعب قوي. وفي كمان دكاترة للأسف الواحد بيسمع الفترة دي ان هم بيشخصوا على النت وشغالين اونلاين. طيب وبعدين يعني حد يقول لي عن تجاربه عن الاونلاين. تمام يا فندم، تفضلي بس. اوكي حاضر، تواصلي معايا بعد البث. كمان بسمع ان في جلسات او في اختبارات ذكاء بتتعمل اونلاين برضو. ازاي ده؟ المفروض اختبار الذكاء ده بيبقى عبارة عن شنطة، والواحد بيقعد وادوات، والطفل يبقى في حاله مزاجيه سليمه، والمفروض الطفل يبقى البيئه بتاعته اللي حواليه سليمه ومفيش مشتتات. ده برضو بيحصل ازاي؟ بالظبط كده، بالظبط. مش من كام جلسه اقدر احكم بالشغل وجلسات يبان الطفل عنده ايه مع الشغل يبان. بالظبط بالظبط، هو بيبان مع الشغل. لان انا الطفل مش اول ما هيجي لي هيبقى حاببني وعايز حاضر هرد بعد اللايف. حاضر. بالظبط، يعني هي الفكره ان مش من اول ما هيجي لي الطفل هيبقى حاببني اصلا ويبين لي كل سلوكياته الحلوه. لا ده بيجي لي اصلا سلوكياته وحشه جدا، مش عايز يقعد معايا، مش حاببني، مش واخد عليا. والمشكله ان هما بيشخصوا قوي، يعني مثلا بيشخصوا على سنه ونص وسنتين. يعني طب برضو ازاي ده التوحد هو بيبان الاعراض من الميلاد لحد دلوقتي بقى 8 سنين. تمام، بس الفكره ان مثلا عن 3 سنين بنبدا ان احنا نشخص، هو اللي بيشخص عند سن 3 سنين. يعني بتكون تقريبا الاعراض بدات ان هي تبان اكتر، بدانا نقول ان الطفل ده ممكن في توحد ولا لا، من خلال برضو الدي اس ام 5 ومن خلال كارز او جيليام. فبرضو الاخصائيين بيعملوا حاجات غريبه، معرفش هما كل واحد برضو ليه وجهة نظره في حتة التشخيص ديت، يعني برضو غريبة جدا. فنحاول بقى بقدر الإمكان إن احنا نقول لهم يا جماعة اهدوا، التشخيص مش بالسهولة دي، التشخيص بياخد وقت، التقييم كمان برضو مش على النت. انا بيجي لي اسئله كتير بيقولوا لي نعمل ايه،
فأنا بقول هنعمل إيه في حدود شكوى الأم. تقول لي مثلا ابني ما بيتكلمش مثلا، فأقول لها هنبدأ بكذا وكذا وكذا وكذا، ابني بيتكلم بس السياق النحوي مش مظبوط، فأقول لها السلم اللغوي بتاعنا شكله إيه، وأبدأ أشرح لها الدنيا ماشية إزاي وببلاش والله مش بفلوس، لأن أنا شايف إن الموضوع طالما نت يبقى ده كده هو خلاص، يعني ده لله، لأن أنا مش هينفع إن أنا وأنا قاعد في مكاني أقعد أقول كام كلمة وفي الآخر أقول لها هاتي 200 300 400 جنيه. وفي أخصائيين بيعملوا كده، في أخصائيين يقول لك لا أنا ما أشتغلش إلا ب 300 جنيه الكلمة بتاعتي، أنا جلستي بكذا وبعدين. طب ما إحنا برضو عندنا المشكلة حضرتك إن في ناس كتير رافضة الأونلاين، وأنا منهم لأني شايفاه أو حاساه ملوش جدوى، لكن الآن في أخصائيين كتير وقدام في المجال يا بيدوا جلسات أونلاين ومنزلين فيديو بتدعم ده، وده بيخلي ناس كتير تعمم الأمر وهم مش فاهمين هو الأونلاين ينفع مع مين وما ينفعش مع مين. طيب خلينا نقول بقى بينفع مع مين وما ينفعش مع مين. طيب في أخصائيين كتير يقولوا بينفع مع التأخر اللغوي. هو أطفال التأخر اللغوي دول هم مين؟ ما هم التوحد وهم الدون وهم الإصابة الدماغية وهم فرط الحركة. طب أنت تقدر تقعد مع طفل أونلاين ماسك شاشة مدة نص ساعة مثلا؟ إحنا نفسنا بنلغي أصلا الجلسات، بنلغي الشاشات وبنلغي الموبايلات والتابات والايباد، احنا مش كل ده بنلغيه من ارشاداتنا؟ طيب انا ازاي هقعد طفل بقى حركي و ثواني كده ارجو حضرتك توضح الامر ده، بس الله يصلح والله. ما هو لا يصلح، انا بالنسبه لي يا استاذه شيماء لا يصلح، لان الطفل مثلا الحركي ده هيقعد معايا ازاي قصاد التاب؟ ابسط حاجه يا إما هيطلع يجري يا إما هيمسك الموبايل يا يرميه يا إما يروح قافل في وشي وكده خلاص، أنا برضو هاخد فلوس على الموضوع، فكده هرجع أقول للأم لا أنت ما سيطرتيش على ابنك. طب هو ده كلام؟ يبقى أنا كده بني آدم سوري يعني نصاب، أنا باخد فلوس وخلاص. فهي الفكرة إن مين اللي هينفع له ومين اللي مش هينفع له. إلا أنا بالنسبة لي مفيش طفل ينفع له من الأطفال دي دول كلهم. طيب هل هينفع للطفل مثلا التأخر الكلام العادي الطفل الطبيعي؟ وارد إن هو ينفع وارد لأ. طب ما هو ممكن يكون شقي، ماما مش قادرة تسيطر عليه، أنا برضو في نفس النقطة. طب أنا قيمته أصلا ولا ما قيمتوش؟ وأنا هينفع أقيمه وأعمل له اختبار لغة على النت؟ ما هو ما ينفعش اعمل له اختبار ذكاء على النت، ما ينفعش. يبقى كده برضو الجلسات في الاخر برضو ملهاش اي لازمة. طيب. بنتي 7 سنين عندها تأخر لغوي، بشتغل مع الاخصائي في المركز بتبقى عارفة اللون. طيب حاضر هرد على الاسئلة كلها في الاخر. حاضر. طيب لو جينا مثلا عند دي حاجات بسيطة، ممكن حد يقول لك انا ممكن اشتغلهم اونلاين. طيب انا برضو هشتغل ازاي على اللدغات؟ انا هوضح للطفل مثلا او للشخص ده مخرج الصوت ازاي، لو تلعثم هدربه ازاي على التنفس البطني مثلا، ما هو برضو صعب، دي طريقة من طرق علاج التلعثم مثلا. طب ما انا هدربها له ازاي؟ ما انا لازم يبقى صادي، لازم يشوف حركة البطن نفسها وامتلاءها بالهواء، ده برضو ما ينفعش. طب ادي التأخر اللغوي ما ينفعش واللدغات والتلعثم. طب في ايه بعد كده تاني بنشتغل؟ ايه تاني هم دول؟ ممكن ناس تقول لك بقى الجلسات النفسية، انا دي مش حتتي فما اقدرش افتي فيها. ممكن الجلسات النفسية تنفع وممكن ما تنفعش، دي برضو مش هقدر افيد فيها، ولو حد جربها مثلا هو اللي يقدر يقول. فبالنسبة يعني احنا مقسم الفيديو لكذا حاجة، تنفع ولا ما تنفعش،
طيب حاضر، تدريب الاهل على الاهداف، ده تمام. ما انا لسه قايل من شويه ان انا ممكن ادرب الاهل. انا بيجي لي مكالمات مثلا او اسئله، فبقول للاهل يعملوا ايه، بقول لولي الامر الماما اعملي كذا 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 كذا، بس من غير ما اخد اجر ومن غير اي حاجه، ومش بشكر في نفسي او بقول ان انا بعمل كده عشان انا حلو وامور وما باخدش فلوس، لا. انا الموضوع بالنسبه لي كده، انما في ناس ممكن تاخد فلوس، ده دي حريه شخصيه. بس هي الفكره ان انا بدرب الام وبقول لها هتعملي كذا 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 كذا، برضو في يعني ده كحاجه مساعده مش حاجه اساسيه. لازم الاخصائي، لان الاخصائي هو اللي عارف يشتغل ازاي. يعني مثلا احنا ممكن بنستخدم مع الطفل مساعده، في مساعده كليه، في مساعده جزئيه، في مساعده لفظيه، في مساعده جسميه. طب هتستخدميها ازاي؟ طب انت قادره تعرفي كل الكلام ده؟ ما هو برضو الاخصائي مش هيفضل يقول لك كل اللي احنا اتدربنا عليه وكل اللي احنا ذاكرناه، ده طبيعي لان دي شغلانتنا وده تخصصنا. احنا هندي الخطوط العريضه اللي تشتغلي عليها. ممكن، ما هي اما انا بقول لحضرتك ممكن تجيب نتيجه، ليه لا؟ واصلا يعني في مثلا مراكز بترفض حته ان الاهل يخشوا الجلسات دي، برضو حاجه من الحاجات الغلط واحنا واقعين فيها دلوقتي. يعني احنا دلوقتي لو كان الام بتخش مع الاخصائي الجلسه كان الموضوع بقى سهل. فاحنا بنعاني ده عشان المراكز وادارات المراكز بترفض ان الاهل يخشوا. لو حضرتك كنت بتخشي مع ابنك الجلسه او بنتك فخلاص كنت هتبقي عارفه، ربنا يخلي حضرتك يا استاذه ندى، فلو كنت عارفه الاهداف بتاعت ابنك والخطه بتاعت ابنك وهو شغال على ايه وطريقه الاخصائي، كان بالنسبه لك الفتره دي ما بقتش فتره وحشه بالطريقه اللي احنا فيها دي. تمام. ما هو انا برضو بقول لحضرتك ان هو مش عايزك تبقي انت الاخصائي، انت عمليه مساعده عشان تراجعي على اللي فات، وممكن لو قدرتي تمشي في الجديد مفيش مشاكل. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت لو كنت بتخشي مع الاخصائي كان هنا هو هنقدر ان الام تمشي شويه لوحدها. طيب في بس، فهو ده اللي انا بتكلم فيه. ف حته بقى العائد المادي، اكيد الامهات لفوا كتير واتنصب عليهم كتير، فبرضو كفايه يعني كفايه الاخصائيين. انا مش عايز اقول كلام يعني يتحسب عليا، بس في اخصائيين فعلا استغلوا الفتره ديت وبطريقه مش حلوه. يعني انتوا بتاخدوا فلوس على الفاضي، لان فعليا الجلسه الاونلاين مش هتفيد وما فادتش اي طفل، ده اللي انا متاكد منه. يعني الجلسات الفتره دي لو مش مباشره فهي للام وللام بس، يعني ما ينفعش تبقى انت قاعد وبتلقن الام، لان في اخصائيين بيعملوا كده اهو، ان هو مثلا يبقى قاعد فاتح الاونلاين والام شغاله قصاده. طب ما هو معلش، طب ما انت تدي الارشادات لماما وماما تشتغل لوحدها، مش لازم تبقى انت قصادها وبعد كده ترجع لك تقول لك انا عملت كذا كذا كذا. بس هي الفكره ان احنا بنحلل القرش، يعني بكل بقى صراحه اهو، يعني احنا بنحلل القرش اللي احنا بناخده. انا لازم ابقى قاعد مراقبك عشان اقول لك انت يا كده عملتي صح وكده عملتي غلط. طب ما انا في وسط الكلام ده، انا في وسط، ربنا يخليك يا رب، انا في وسط الكلام ده، طب ما انا بشتت الطفل، صح ولا لا؟ هو انا صوتي ده مش شتت الطفل؟ لو انا هدي تعليمات للام، بلاش كل الكلام اللي انا قلته ده، هدي تعليمات للام وهي اللي هتشتغل. طيب ماما هتبقى مركزه معايا ولا مع الطفل ومع حركاته؟ ده اكيد ان هي تبقى مركزه معايا انا بس، مش هتركز مع الطفل.
عمل اي سلوكيات هي مش مركزه، لان انا عمال اقول اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا وهي مركزه معايا، هتتلقى مني ولا تشوف ابنها؟ صعب برضو الموضوع ده، صعب للامهات كمان. فهي الفكره في الارشاد للام، في تليفون، في اونلاين، في تعمل فيديو توريه للام، كل الكلام ده متاح جدا يعني. انما احنا زي ما قلت بنحلل القرش وخلاص. بس هو ده كل اللي انا عايز اقوله، وكفايه جلسات اونلاين لان هي ما بتجيبش نتيجه خالص ولا هتجيب نتيجه، واكيد يعني برضو مش عايز اقولها لان في دكاتره كبار شغالين كده اهو، وما بقولش ان هم نصابين مثلا او كده، كل واحد وليه طريقته. بس انا بالنسبه لي لا، الجلسات الاونلاين مرفوضه، واي حد بيجي يسالني على الجلسات الاونلاين انا رافضها تماما. طب ايه الحل حاليا؟ نعمل ايه مع اطفالنا بدل الجلسات ونقضي وقتهم ازاي؟ وهل ممكن ينتكسوا زي ما بعض المراكز بتخوفنا من طرف فكره ان هما بينتكسوا؟ بينتكسوا، وانا شفت ده مع اطفال انا شغال معاهم، وفي اطفال لا الموضوع ما اثرش، بس كان ماما شغاله في البيت وكانت شغاله على الحاجات اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. ففكره ان حضرتك تكملي بقى على اللي انت عملتيه قبل كده والمراجعات اللي انت شغاله عليها، ولازم يكون الاخصائي اللي شغال معاه يكون بيكلمك، ولازم وهو فرض عليه ان هو يكلمك ويقول لك هنشتغل على ايه وعملتي ايه ورجعتي على اللي فات ولا في حاجه جديده وخلاص الجديد ده القديم ده هو الولد مستوعبه وما رجعش فيه، فهيديكي مثلا حاجه جديده او يشرحها لك مثلا، المفروض يعمل ده، ده واجبه وهو مجبر ان هو يعمل ده عشان الطفل اللي في رقبته. ومش بقول كده عشان ابان ان انا برضو الحد اللي ما حصلش، لا هو الطفل ده فعلا في رقبه كل اخصائي، فلازم ان هو يتابع مع حضرتك. لو كلمتيه وسالتيه المفروض ما يتأخرش عليك. ربنا يخليك يا أستاذة سارة. فالأخصائي لازم يكون ورا الأم على طول، الأم تتصل تقول له أعمل كذا فيعدل لها لو هي غلط ويديها الحاجات الصح، إنما إن هو يقول لها مثلا لأ ويتهرب ده مش صح. وكمان ان انت مثلا تروحي الاخصائي تاني تقولي له اعمل ايه مع ابني، ما هو برضه ده مش صح. هو مين اللي شغال مع الطفل؟ وليكن حضرتك مثلا بتساليني انا ما اعرفش طريقه الاخصائي الفلاني ده شغال ازاي، طيب الاهداف اللي هو شغال عليها، اوكي الاهداف اللغه معروفه كل الاخصائيين عارفينها وكلنا فاهمينها وفاهمين السلم اللغوي والتدرج بتاعه، بس هي الفكره طريقة الأخصائي وترتيبه للأهداف نفسها مش كلنا بنبقى واحد، كل واحد بيرتب زي ما هو عايز وبيشوف الأهداف اللي تخدمه في المرحلة اللي هو فيها. فدي برضو نقطة مهمة، ان انت لازم الأخصائي بتاعه هو اللي تسأليه عشان يديكي الحاجة اللي ما تعطلوش. يعني هو برضو احنا وقتنا احنا بقالنا قد ايه من شهر 3 لشهر 6 3 شهور، والله اعلم الدنيا اللي جايه ايه، فاحنا برضو اتعطلنا كتير وفي اطفال فعلا وقعت، فاحنا عايزين من برضو ما نعكش. وبرضو اولياء الامور اتنصب عليهم كتير في فلوس كتير لحد ما لقيته الاخصائي مثلا الفلاني الشاطر الكويس. بس فهي الفكرة ان انت لازم تكملي في نفس الطريق، فمش ما ينفعش ان انت تروحي الجلسات اونلاين او تقيمي اونلاين، ده صعب. فلو في حد عنده اي اسئلة تحت امركم. وكان في سؤالين فوق،
ابني عنده 5 سنين وشهرين، عنده تأخر لغوي، المفروض أعمل إيه معاه؟ عنده أخت 2 سنين بدأت تتكلم وهو لأ، غير ممكن 20 كلمة. ما هي الفكرة بقى إن السؤال بتاع حضرتك يا أستاذة إيمي مصطفى كبير قوي، لازم أخصائي يشوفه ولازم أخصائي نفسي يقيمه ويشخصه. الموضوع مش بالسهولة دي، 5 سنين وشهرين. طب أنت رحتي لأخصائي قبل كده؟ رحتي للدكتور قبل كده؟ إنما فكرة اللغة، أنت اشتغلي على مهارات ما قبل اللغة، واشتغلي على المجموعات الضمنية لو هو ما بيقولش مجموعات ضمنية. بنتي 7 سنين عندها تأخر لغوي بس عنيدة جدا، ومش بتشتغل معايا في البيت وبتشتغل مع الأخصائي في المركز، تبقى عارفة اللون ولما شوية تنسى، لما أعرفها على لون تاني مش عارفة أعمل معاها إيه، وهل ينفع أقدم لها في مدارس دمج وحركتها زيادة؟ مدارس دمج يعني هي قدراتها العقلية أقل من المتوسط، يعني تبقى إعاقة عقلية تقريبا. فلازم تعمل اختبار ذكاء، ولازم تعرفي طريقة الأخصائي اللي شغال بيها إيه. زي ما كنت بقول من شوية، انت لازم تعرفي طريقة الأخصائي اللي جايبة نتيجة مع البنت. إنما ما ينفعش إن مثلا، سوري يعني مش قصدي إن انت ما تجيش تسأليني وتحت أمرك طبعا، بس أنا بوضح لك نقطة، إن لازم الأخصائي اللي شغال معاها هو اللي يقول لك الطريقة بتاعته إيه. ما ينفعش ان انت تروحي تسالي اي حد تقولي له اعمل ايه، هيديكي برضو اجابه عامه مش هتستفيدي منها. لازم تعرفي الاخصائي شغال ازاي وبانهي طريقه وحركتها زياده جدا. حاولي ان انت تقللي السكريات وقللي الالكترونيات، لان هم من العوامل اللي بتزيد الحركه. ولازم تزوري دكتور مخ واعصاب عشان لو في اي حاجه ممكن يديها لك. بنتي 5 و10 شهور مش بتنطق أي كلمة فيها قاف أو كاف. طب هي بتتكلم أصلا؟ يعني لغتها مناسبة لسنها؟ تعمل اختبار أصوات ونشوف الأصوات اللي هي ما بتقولهاش وتتعدل بسيطة إن شاء الله، يعني ما فيهاش مشكلة. تمام، ده كل اللي أنا كنت حابب أقوله النهاردة. والجلسات الاونلاين لا، بلاش جلسات اونلاين. والاخصائيين يا مستر حسن، طبعا مستر حسن ابو طالب صديقي واخويا، يعني اخصائي شاطر جدا في طنطا، اكيد بيأيد اللي انا بقوله ده. الجلسات الاونلاين كارثة وملهاش اي فايدة. فنحاول ان احنا نوعي الناس ان بلاش جلسات اونلاين، ما تروحوش للسكه اللي ملهاش لازمه، هتروحوا تدفعوا فلوس على الفاضي. هيجي اخصائيين يقنعوكوا ان الجلسه هتنفع والولد هيتكلم وهيتكلم كمان احسن من الجلسه الوان تو وان اللي كنا بنديها في المركز. برضو الكلام ده مش حقيقي، يعني انا ده من وجهه نظري، ما جربتهاش ومش هجربها، عشان برضو نكون عارفين الدنيا ماشية ازاي. فمعايا الخطة اللي شغال معاها وقدراتها العقلية كويسة ومش بعطيها السكريات. طيب أستاذة منى، طالما قدراتها العقلية كويسة، شوفي اختبار الذكاء كام. لو اختبار الذكاء بتاعها 90، فأكيد مش هينفع دمج، الدمج بيبقى أقل. فانت لازم اختبار الذكاء يبقى اقل، ولازم جهه حكوميه كمان، مستشفى حكوميه او في التامين تقريبا. بس كده، وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله اعمل فيديو قريب في حاجه جديده. السلام عليكم.